ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ جاهزين بقى للمحاضرة التانية من المراجعة ولا لا؟ ويا ترى الناس ذاكرت المحاضرة الأولى اللي احنا رجعنا فيها يونت 1 و 2 و 6 و 7 ولا لا؟ خلي بالك أبو حميد عارف مين ذاكر ومين مذاكرش. بس يا صديقي، انت لو ذاكرت فانت بتنفع نفسك، ولو مذاكرتش فانت برضو بتضر نفسك ما بتضرنيش. فرجاء لو ما كنتش لسه بدأت، لسه قدامك فرصة ان انت ممكن تذاكر معنا اليونتس ديت، ولما نيجي ناخد الاجازة بتاعت الاسبوع ذاكر المحاضرة الاولى اللي انت مذاكرتهاش. النهاردة ان شاء الله احنا المفروض هنراجع على يونتس تانية، هنراجع على 3 و 4 و 5. تاني هنراجع على يونت 3 و 4 و 5. فاظن كده انت مالكش حجة يا معلم، وابو حميد عامل معاك الصح زي ما احنا متعودين. عايز ورقتك وقلمك معايا يلا عشان تبدأ معايا. وخلي بالك انا عارف ان انت ساعات ما بتكملش الفيديو للآخر، خلي بالك ابو حميد شايفك، بس ماشي انا يا عم متفائل بيك خير ان انت ان شاء الله هيجي عليك وقت وهتذاكرهم كويس. محتاج بس منك ورقتك وقلمك زي ما احنا متعودين، عشان لما اجي اقول اي ملحوظة او اجي اشرح اي حاجة او اراجع على اي حاجة يبقى انت تكتبها في ورقتك يا معلم عشان ما تنساهاش قبل كده، وعشان تعمل لنفسك ملخص كويس. وطبعا ما تنساش اخوك ابو حميد في اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو يوصل لكل الناس. ونسيبنا بقى من الكلام ويلا بينا نخش على الشرح. هنبدا بالشرح بتاعنا كده ان شاء الله بيونت اللي هي بتتكلم عن ضمائر الوصل. يا ريت تكون جهزت ورقتك وقلمك معايا عشان تخش معايا في ضمائر الوصل. ضمائر الوصل بكل بساطة اللي هي معناها بالعربي الذي والتي والذين واللذان وكل الضمائر اللي احنا عارفينها بالعربي دي. طب هي في الانجليش ايه؟ في الانجليش اللي هي بقى هو وويتش ووير وهوم وهوز ووين ووات وواي، كل دي بسميها ضمائر الايه؟ ضمائر الوصل. يبقى انا لما الاقي جايب لي في الجمله في الاختيارات بتاعتي حاجه من الحاجات دي يبقى اعرف على طول ان هو عايز جرامر ضمائر الوصل. يبقى هبدا بقى افكر زي ما انا هعرفك دلوقتي. الغي بقى من دماغك اي حاجه انت سمعتها قبل كده وفكر معايا بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دي، وصدقني هتلاقي الموضوع بتاع ضمائر الوصل ده سهل جدا معاك وبتقدر تحل عليه بكل سهوله. ببساطه يا معلم، لما تيجي تحل جمله جايبها لك على ضمائر الوصل ديت عايزك دايما تبص للي قبل النقط. تاني هتبص دايما لمين؟ للي قبل النقط، وتبدا تشوف هل اللي قبل النقط ده هل انت عاقل ولا غير عاقل ولا مكان ولا وقت. تاني يا عاقل يا غير عاقل يا مكان يا وقت. فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد الموضوع شكله بيوسع مننا وشكل اليونت دي صعبه، هقول لك اصبر على رزقك هنمشيها واحده واحده وهتتفاجئ في الاخر ان اليونت دي سهله جدا جدا جدا. يعني مثلا انا يا معلم جبت لك جمله بالشكل ده وقلت لك ايه؟ قلت لك كان يو نيم ذا اكترس نوت بلاي كليوباترا، وجاب لك في الاختيارات ضمائر الوصل اللي انت شايفها قدامك دي. فتبدا تفكر اللي قبل النقط هل انت بتتكلم عن عاقل ولا غير عاقل ولا مكان ولا وقت. فبيقول لي كان يو نيم ذا اكترس، يعني ممكن تقول لي اسم الممثله. قال لا، يبقى هو هنا بيتكلم عن الايه؟ الممثله. يبقى كده بيتكلم عن عاقل. يبقى تاني دايما بشوف اللي قبل النقط انت بتتكلم عن عاقل ولا غير عاقل ولا مكان ولا وقت. طب يا ابو حميد انا عرفت خلاص انا بتكلم عن ايه، اختار ايه بقى يا معلم؟ هقول لك بقى تعالى ما نمسكهم واحده واحده. لو انت يا معلم بتتكلم عن عاقل هتختار ايه؟ هتختار لي حاجه من ثلاثه، يا اما هو يا اما هوم يا اما هوز. تاني يا هو يا هوم يا هوز. فيجي واحد كده يتصدم ويقول لي الا مش بقول لك يا ابو حميد الموضوع بيوسع، اصبر يا معلم. امتى نختار هو وامتى نختار هوم وامتى نختار هوز مع العاقل؟ هقول لك بكل بساطه، انت هتشوف اللي قبل النقط. اه انا عرفت ان انت عاقل، هشوف انت فاعل ولا مفعول. يعني ايه فاعل؟ يعني انت اللي هتعمل الحاجه اللي بعد النقط ولا لا. لو انت اللي هتعمل الحاجه اللي بعد النقط يبقى انت فاعل، يبقى حط هو. لو انت اللي هتتعمل فيك الحاجه اللي بعد النقط يبقى انت مفعول وهحط هوم. لو انت بتتكلم عن حاجه تخص العاقل ده او ملكيه للعاقل ده يبقى هختار هوز. ابو حميد وريني الجمل وفهمني بالجمل احسن. طيب تعال ما نرجع للجمله اللي احنا كنا حاطينها من شويه اللي هي كان يو نيم ذا اكترس نوت بلايز كليوباترا.
فانت هتبدأ، احنا قلنا هنا ان احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن عاقل. طب حلو جدا، تعال ما نشوف بقى، هل انت فاعل ولا مفعول ولا بنتكلم عن حاجة تخصك؟ فبيقول لي كده ايه لعبة دور كليوباترا؟ مين اللي لعبت دور كليوباترا؟ اللي هي الاكترس الممثلة. يبقى كده هو بيتكلم عن الحاجة اللي هي اللي بعد النقط دي، هي اللي عملتها صح؟ مش اتعملت فيها، يبقى هي فاعل، الممثلة دي فاعل، هي اللي لعبت الدور. يبقى طالما بتكلم عن فاعل وعاقل قلنا بنختار مين؟ بنختار هو. يبقى اختار من الاختيارات عندي هنا هو. تعال اما اديك جملة كمان، فبيقول لي هنا This is the boy not my sister helped yesterday. فقبل النقط بيتكلم عن this is the boy، يبقى بيتكلم عن الولد. يبقى طالما انت بتتكلم عن الولد يبقى انت بتتكلم عن عاقل. طب طالما انت عاقل تعالى ما اشوفك انت فاعل ولا مفعول ولا بتكلم عن حاجة ملكية ليك. فبيقول لي my sister helped yesterday، يعني اختي ساعدته امبارح. هل هو اللي ساعد ولا اتساعد؟ اتساعد، يبقى مش هو اللي عمل الحاجة، ده هي اللي اتعملت فيه. يبقى كده البوي ده مش فاعل، يبقى البوي ده مفعول. يبقى طالما مفعول وعاقل يبقى نحط معاه مين؟ نحط معاه هوم. طيب تعال ما نشوف جملة كمان، فبيقول لي هنا three of the children not names I don't know have broken the window. بيتكلم عن three of the children، يعني ثلاثة من الأطفال. الأطفال دول ايه؟ عاقل صح؟ طيب تعال ما نشوف بعض النقط بقى، هل انت بتتكلم عن عاقل فاعل ولا مفعول ولا بتكلم عن حاجة تخصكو او ملكية ليكو؟ فبيقول لي هنا names I don't know، يعني اسمائهم انا معرفهاش. اسماء مين يا معلم؟ مش اسماء اللي تشيلدرن برضو؟ يبقى طالما اسماء اللي تشيلدرن يبقى دي حاجة ملكية ليهم، حاجة تخصهم. يبقى طالما حاجة تخصهم او حاجة ملكية ليهم قلنا بنحط معاه مين؟ بنحط معاه هوز. يبقى عايزك تاني لو انت الحتة دي كانت لسه ما دخلتش دماغك، عيد الكام دقيقة دول عشان يخشوا في دماغك واكتبهم بايدك، عشان هنخش حاجة تانية دلوقتي. طيب لحد دلوقتي احنا اتكلمنا لو قبل النقط فيه عاقل. طيب لو قبل النقط بقى يا ابو حميد كان غير عاقل احط ايه؟ قال لي ببساطة عايزك تفكر يا اما في which يا اما في whose. تاني غير عاقل هتفكر يا اما في which يا اما في whose. طيب امتى احط which؟ which لو انا بتكلم عن حاجة غير عاقل او بتكلم عن موقف عموما، يعني مثلا بقول لك الموقف اللي انا اتحطيت فيه دوت، يعني او بتكلم عن اي حاجة، حصولي على درجات وحشة مثلا ده خلى ابواي مثلا حزينين، يبقى انا هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن موقف ان انا جبت درجات وحشة. تمام، يبقى انا لو بتكلم عن حاجة غير عاقل او بتكلم عن موقف عموما احط which. طب هل غير العاقل ينفع احط معاه هوز برضو؟ اه، بس امتى؟ لما اكون بتكلم عن جزء منه او حاجة تخصه، يعني مثلا بقول لك الشقة اللي بابها مفتوح، باب مين؟ باب الشقة، يبقى جزء منها، يبقى احط معاها هوز مع ان الشقة غير عاقل. مثلا اقول لك العربية اللي لونها احمر، لون مين؟ لون العربية، يبقى حاجة تخصها او جزء منها، يبقى احط معاها هوز. تعال ما نشوف جملة، فبيقول لي هنا the job not he applied for a week ago was very tiring. قبل النقط جايب لي the job، وذا جوب ديت اللي هي الوظيفة، حاجة غير عاقل، يبقى نفكر يا إما في which يا إما في whose. طب تعالى ما نشوف بعض النقط، بيقول لي هي applied for a week ago اللي هو تقدم لها من أسبوع تقريبا، هل هو بيتكلم عن حاجة تخصها؟ لا، ده هو بيتكلم عن الحاجة الغير عاقل وخلاص بيوصف فيها. يبقى طالما بيتكلم عن حاجة غير العاقل وخلاص أو بيتكلم عن الموقف قلنا بنحط مين؟ بنحط which، يبقى هنا هختار which. لا يا أبو حميد اديني جملة كمان، تعالى يا معلم وخد الجملة دي. فبيقول لك إيه this is the car not color is very beautiful. بيتكلم عن الكار، طب ما الكار دي غير عاقل صح كده؟ طيب واحنا قلنا غير العاقل بنحط مع مين؟ يا ويتش يا هوز. تعالى ما نشوف اللي بعد النقط، فبيقول لي color is very beautiful. color دوت اللي هو اللون، لون جميل، لون مين؟ مش لون العربية؟ طب ما لون العربية ده مش جزء منها؟ مش حاجة تخصها يا معلم؟ وطالما حاجة تخصها او جزء منها من غير العاقل يبقى قلنا بنحط معاها مين؟ يبقى نختار معاها هوز. طيب تعالى اما اديك كده كام ملحوظة بقى كده على الكلام اللي احنا قلناه. ببساطة يا معلم عايز اعرفك ان هو البديلة بتاعتها ذات، يعني انت مثلا لو بتكلم عن عاقل تقدر تحط لي هو وتقدر تحط لي ذات. الا طب يا ابو حميد انا لو جاب لي في الاختيارات، انا لو بكلم عن عاقل وجاب لي في الاختيارات هو وجاب لي ذات، اختار مين فيهم؟ قال لي ببساطه يا معلم لو لقيت قبل النقط كوما يبقى تحط لي هو، لو ما لقيتش كوما حط لي ذات، يبقى تاني الحاله دي.
ذات البديلة بتاعت هو. طبعا لو جاب لي الاثنين مع بعض في الاختيارات وانا بتكلم عن عاقل هبدأ اشوف اللي قبل النقط فيه كوما ولا لا، لو في كوما هحط هو، لو مفيش كوما هحط ذات. نفس الملحوظة دي مع ويتش برضو، ويتش اللي هي بتعبر عن غير العاقل، قال لي برضو البديلة بتاعتها ذات، يعني ذات بتعبر عن غير العاقل برضو. طب يا ابو حميد لو جاب لي الاثنين في الاختيارات اختار مين؟ هقول لك بص للي قبل النقط، لو في كوما هتختار ويتش، لو مفيش كوما هتختار ذات. تعال ما نديك جملة، الجملة هنا يا معلم بتقول لك ايه؟ The man نقط he works for is German. وجاب لك في الاختيارات هو ذات ويتش وير. ببساطة كده اللي قبل النقط بيقول لك ايه؟ بيقول لك زمان، يعني بيتكلم عن الرجل. طب ما طالما بتتكلم عن الرجل يبقى انت بتتكلم عن عاقل. طب طالما بتتكلم عن عاقل يبقى اللي ينفع عندي في الاختيارات هنا هو بتيجي مع العاقل، وكمان احنا لسه قايلين ان ذات كمان بتيجي مع العاقل. يا ابو حميد ده انا عندي الاثنين اللي بيعبروا عن العاقل اختار مين فيهم؟ قلنا بنبص للي قبل النقط، لو في كوما بنختار هو، لو مفيش كوما بنختار ذات. يبقى هنا لقيت عندي كوما يبقى اختار هو. يبقى خلي بالك من الملحوظه دي، وخلي بالك لسه هنقول كمان ملحوظه على ذات، بس حط الحته دي في دماغك عشان لما اجي اقول الملحوظه الثانيه بتاعت ذات يبقى انت كده عرفت كل حاجه عن ذات. الملحوظه اللي بعد كده، لو لقيت قبل النقط يا معلم حرف جر، تاني لو لقيت النقط لازق فيها حرف جر قبلها، وايه هي حروف الجر؟ عشان هقولها بعد كده تاني وهقعد اقول لك حرف جر، فلما اقول لك كلمه حرف جر ديت تعرف على طول ان انا بتكلم عن ان او اون او ات او فور او ويز او تو. كل دي بسميها حروف جر. تاني ان او اون او ات او تو او فور او ويز او تو، كل دي بقول عليها حروف جر، وكمان ممكن احط افتر، في حروف جر كتير بس دول المشهورين يعني. فلو لقيت قبل النقط في حرف جر لازق فيها من الحاجات اللي هي الحروف الجر ديت، فعايزك تفكر ان انت لو بتتكلم قبل النقط عن عاقل هتختار هوم، لو قبل النقط بتتكلم عن غير عاقل هتختار ويتش. يبقى تاني بقى عايزك لما تلاقي حرف جر لازق في النقط الغي من دماغك كل حاجة احنا شرحناها، انت هتشوف اللي قبل النقط هل انت غير عاقل، يبقى طالما غير عاقل يبقى حط معاك ويتش، لو اللي قبل النقط كان عاقل ومعايا حرف جر لازق في النقط يبقى حط هوم. لا تعالى ما اديك جملة، فبيقول لي the house النقط he lived costs him a lot of money. لقيت قبل النقط فيه ان، طب ما ان ده حرف جر، وقلنا ان طالما لزق في النقط حرف جر على طول بنفكر هل اللي قبل النقط انت عاقل ولا غير عاقل، فالهاوس ده هل انت عاقل؟ لا ده انت غير عاقل. يبقى طالما عندي غير عاقل وعندي حرف جر قلنا بنختار مين على طول؟ بنختار ويتش. طب تعالى تعالى خد جملة كمان، فبيقول لك ايه؟ زمان for نقطة he work is very friendly. قبل النقط جايب لك زمان، زمان ده عاقل ولازق في النقط فور، خلي بالك فور لازقه في النقط، واحنا قلنا فور ده حرف جر، وقلنا لو لقينا حرف جر لازق في النقط بتاعتنا وكان بيتكلم عن عاقل قلنا بنختار مين على طول؟ بنختار هوم. يبقى هنا نختار هوم على طول. الملحوظه اللي بعد كده، ضمير الوصل اللي اسمه وات ده يا معلم، عشان ده بيلخبط جدا بقى، حاول بقى تركز معايا قوي في التركه دي. وات بتيجي لما تكون عايز تقول في الجملة أو ناقص في الجملة بتاعتك كلمة الحاجة اللي، تاني بقى بص أنا بتكلم بالبلدي خالص أهو، لو أنت ترجمت الجملة ولقيت ناقص كده في معناها الحاجة اللي يبقى على طول تحط وات. تاني عايز تقول الحاجة اللي تحط لي وات، يعني مثلا قال لك نقط ضايقته إن هو مثلا جاب درجات وحشة، يبقى عايز اقول الحاجة اللي ضايقته ان هو جاب درجات وحش، يبقى ساعتها احط وات. لا اديني جملة يا ابو حميد. بص يا معلم بيقول لك نقط annoys him is that his friend always comes late. فلو جيت ترجمت الجملة هيقول لي نقط annoys him اللي ضايقه ان صديقه دايما بيجي متأخر. ايه بيضايقه؟ ان صديقه بيجي متأخر دايما. يبقى عايز اقول الحاجة اللي بتضايقه ان صديقه بيجي متأخر دايما، يبقى عايز اقول الحاجة اللي، طالما عايز اقول الحاجة اللي يبقى اختار وات. يبقى هنا اختار وات، مع ان اصلا احنا كلنا بنتأخر على اصحابنا ومش عارف هو بيتضايق ليه يعني. طب تعالى اما اديك جملة كمان توضح لك الدنيا دي شوية، بيقول لي we laughed at not she said، وجاب لي في الاختيارات برضو شوية ضمير وصل. laughed معناها ضحكنا او سخرنا يعني، فبيقول لي احنا سخرنا او ضحكنا من ايه؟ she said يعني اللي هي قالته. الأول ممكن واحد يقول لي يا أبو حميد أنا عندي آت
وقد ديت حرف جر، وانت لسه قايل لي لو لقيت قبل النقط حرف جر تشوف اللي قبل النقط لو عاقل، اللي هي الملحوظه اللي احنا لسه قايلينها دي، هل اطبقها على الملحوظه اللي احنا لسه قايلينها؟ هقول لك طب ما انت لو جيت تطبقها على الملحوظه دي مش هتلاقي قبل النقط فيه عاقل ولا غير عاقل، ده بيقول لك وي لافت، احنا سخرنا، لسه ما كملتش معنى الجمله اصلا، يبقى انا لسه ما اعرفش هو بيتكلم عن عاقل ولا غير عاقل، يبقى ما يتطبقش عليها الملحوظه اللي احنا لسه قايلينها لو لقيت قبل النقط حرف جر، لان انا اصلا مش عارف الجمله بتتكلم عن عاقل ولا غير عاقل. طيب عايز بقى اكمل الجمله، فبيقول لي احنا سخرنا من ايه شي سيد، يبقى عايز اقول من الحاجة اللي شي سيد اللي هي قالتها، صح؟ عايز اقول الحاجة اللي هي قالتها. طب كلمة الحاجة اللي ما احنا لسه قايلينها ايه؟ قايلينها وات، يبقى هنا اختار وات. طب بص بقى عشان افهمك الدنيا قوي، هجيب لك نفس الجملة دي بس هحط لك عليها بعد ات ذا سينجز، هحلها ازاي؟ الاول تعالى ما نترجمها، فبيقول لي احنا سخرنا او ضحكنا من الاشياء نقط هي قالتها. ينفع اقول من الاشياء الحاجه اللي هي قالتها؟ لا، يبقى هنا مش عايز اقول الحاجه اللي، لكن عايز اقول من الاشياء اللي هي قالتها. انا هنا بتكلم قبل النقط عن الاشياء، والاشياء دي حاجه ايه؟ حاجه غير عاقل يا معلم. طب ما احنا قلنا لو بنتكلم عن حاجه غير عاقل بنحط مين على طول؟ بنحط which. يبقى شفت هي نفس الجمله اهي، بس زودت the things، فلما زودتها ما لقيتش معنى الجمله راكب فيها الحاجه اللي، يبقى انا لو لقيت معنى الجمله ناقص الحاجه اللي هحط what. لو لقيت ان انا مش عايز اقول الحاجه اللي، عايز اقول اللي بس كده، عشان هنعرف كلمه اللي او الذي معناها which، يبقى لو عايز اقول اللي يبقى احط which بس كده. طيب لو الحته دي انت حاسس ان هي لسه ما دخلتش دماغك شويه، عيد الكام دقيقه اللي فاتوا دول عشان يثبتوا في دماغك، ولو سبتت في دماغك اكتبها يلا في ورقتك. نرجع بقى ونكمل كلامنا، احنا قلنا لو قبل النقط فيه عاقل، وقلنا كمان لو قبل النقط فيه غير عاقل. طيب لو قبل النقط بقى لقيت مكان اختار ايه؟ قال لي ساعتها عايزك تفكر في وير او ويتش، تاني يا اما في وير يا اما في ويتش. ولو ما لقيتش وير تقدر تحط لي ان ويتش وات ويتش، تاني بقى يعني احنا بنختار يا وير يا ويتش، وهنعرف دلوقتي ايه الفرق بينهم. وير امتى والبدايل بتاعتها؟ قال لي لما تكون عايز تقول اللي فيه او اللي فيها. تاني لو لقيت معنى الجملة بتاعك ناقص كلمة اللي فيه او اللي فيها تحط لي وير، لو عايز تقول اللي بس تحط لي ويتش. يبقى تاني لقيته قبل النقط بيتكلم عن مكان هتبدأ تفكر، عايز اقول اللي فيه او اللي فيها يبقى حط وير، عايز اقول اللي بس مش راكب معايا اللي فيه او اللي فيها، عايز اقول اللي بس يبقى اختار ويتش. تعال اوريها لك بجملة كده عشان تثبت بدماغك. فبص كده بيقول لك ايه، the job not he worked in was so big. يعني بيكلم عن المحل. طب المحل ده هو مش مكان، صح كده؟ طيب طالما بكلم عن مكان يبقى ابدا اشوف يا وير يا ويتش. تعال نشوف عايزين نقول اللي فيه ولا اللي. فبيقول لي المحل ايه he worked اللي اشتغل، عايز اقول ينفع اقول اللي اشتغل ولا اللي فيه هو اشتغل؟ يبقى عايز اقول اللي فيه هو اشتغل، صح؟ طب اللي فيه او اللي فيها احنا لسه قايلين معناها ايه؟ معناها وير، يبقى اختار من عندي هنا مين؟ هختار وير. طب بص كده هي نفس الجمله اهي، بس هزود لك بعد وورك ده هزود لك ان. هل هحلها نفس الحل؟ لا. ليه؟ لان لو جيت اترجمها هلاقي المحل ايه هو اشتغل فيه، يبقى عايز اقول اللي هو اشتغل فيه، صح؟ يبقى عايز اقول اللي بس، هي ناقص لي في معنى الجمله كلمه اللي بس او الذي، يبقى احط من عندي هنا which. يعني كان ينفع اقول مثلا اللي فيه هو اشتغل فيه؟ لا، انا عايز اقول اللي بس هو اشتغل فيه، عشان كده اخترنا من عندنا هنا ايه؟ which. تعال خد الجمله دي كمان، بيقول لك he went to Aswan not he spent most of his holidays. هنبدا نشوف قبل النقط انت بتتكلم عن ايه، فبيقول لي احنا رحنا اسوان، يبقى بيتكلم عن اسوان. طب طالما اسوان يبقى انت كده بتتكلم عن مكان. طب طالما مكان قلنا بنستخدم يا وير يا اما ويتش. طب تعالى اما نترجم، فبيقول لي هو راح اسوان
A هو spent يعني قضى most of his holidays يعني معظم أجازاته. يبقى عايز أقول A هو قضى معظم أجازاته، يبقى عايز أقول اللي فيها قضى معظم أجازاته، صح؟ يبقى ناقص لي في المعنى كلمة اللي فيه أو اللي فيها. طب إحنا قلنا اللي فيه أو اللي فيها معناها إيه؟ معناها وير. طب أنا عندي هنا في الاختيارات وير؟ لا. طب ما إحنا قلنا بتاعت وير مين؟ قلنا يا إما at which يا إما in which. طيب أنا عندي في الاختيارات in which وعندي at which، أختار مين فيهم؟ هقول لك يا معلم الفرق بين in which و at which. الفرق بينهم in which دي بتيجي مع المكان الكبير تاني، in which بتيجي مع المكان الكبير أو المدينة، لكن at which بتيجي مع الأماكن الصغيرة أو أماكن أنا رايحها لغرض معين. مثلا يعني رايح السكول أعمل فيها مثلا حاجة، المدرسة أعمل فيها حاجة، رايح السوبر ماركت أشتري منه حاجة. يبقى لو رايح مكان لغرض بس إن أنا أعمل فيه حاجة يبقى at which، لكن لو رايح مدينة يبقى أقول عليها in which. طب ما هنا بيتكلم عن أسوان، طب ما أسوان دي مدينة كبيرة، يبقى طالما بيتكلم عن مدينة كبيرة يبقى اختار من عندي هنا مين يا ابو حميد؟ يبقى اختار in which. يبقى كده احنا خلصنا المكان. عايزك لو لسه ما سبتتش في دماغك ارجع تاني معلش بالدقيقتين او التلاتة دول وقعد شغل فيهم تاني عشان يثبتوا في دماغك، ولو سبتت في دماغك اكتبها يا معلم في ورقتك، يلا عشان هنخش على حاجة تانية جديدة. طيب انا بقى لو جاب لي يا معلم قبل النقط مش مكان ولا عاقل ولا غير عاقل، ده قبل النقط جايب لي وقت، فقال لي لو لقيت قبل النقط بيتكلم عن وقت هتفكر يا إما في when يا إما في which، تاني يا إما في when يا إما which. طب إمتى when؟ قال لي لما تكون عايز تقول اللي فيه أو اللي فيها. لو عايز تقول اللي فيه أو اللي فيها يبقى تختار لي when، عايز تقول اللي بس تختار لي which. فهيجي واحد ويقول لي ألا يا ابو حميد دي عامله زي وير بالظبط، هقول لك اه هيها نفس المكان اللي احنا لسه شرحناه بس هنا بتتكلم عن وقت. يبقى لو عايز تقول اللي فيه او اللي فيها هتحط لي وين، عايز تقول اللي بس يبقى تختار ويتش. وزي وير برضو لو انا هنا مثلا كنت عايز اقول اللي فيه او اللي فيها وما لقيتش في اختياراتي وين، قال لي البديله بتاعتها ان ويتش وات ويتش وان ويتش، التلاتة بيجوا بديلة لوين، وهنعرف ايه الفرق بينهم دلوقتي. طيب تعالى اما اديك جملة بس كده عشان يفهمك ايه الفرق بين وين وبين ويتش. فالجملة هنا يا معلم بتقول لك ايه؟ The day on not they met was remembered for long. بيتكلم قبل النقط عن ايه؟ The day، يبقى بيتكلم عن اليوم. طيب طالما بتتكلم عن اليوم يا معلم يبقى انت كده بتتكلم عن وقت. طيب طالما بتكلم عن وقت يبقى عايز اشوف انا عايز اقول اللي فيه ولا اللي بس. فبيقول لي اليوم ايه زي مت هما اتقابلوا was remembered so long يعني قعدوا يفتكروا فيه لفترة طويلة، يبقى عايز اقول اللي فيه هما اتقابلوا، صح؟ طب اللي فيه معناها ايه؟ معناها وين. طيب انا لقيت في الاختيارات بتاعتي وين، هل اختارها؟ هقول لك لا، وين غلط. ليه بقى؟ لان قبل النقط جايب لك اون يا معلم، جايب لك اصلا نص الاجابه، هو مش وين، احنا لسه قايلين البديله بتاعتها مين؟ اون ويتش، صح كده؟ طب ما هو جاب لي اصلا نص الاجابه وجاب لي اون، يبقى فاضل لي عندي مين؟ فاضل لي ويتش. لكن لو ما كانش جاب لي اون ديت يبقى كنت ينفع اختار وين وكنت ينفع اختار اون ويتش الاثنين مع بعض. يبقى تاني انا هنا ليه اخترت ويتش مع اون؟ عشان اصلا هنا عايز اقول اللي فيه، واللي فيه معناها وين، ووين البديلة بتاعتها on which هي كمان، فهنا هو اداني نص الإجابة اللي هي on، يبقى فاضل لي which. ولو كنا طبقنا عليها الملحوظة بتاعت حروف الجر اللي احنا لسه قايلينها من شوية، كنا قلنا اللي قبل النقط لو حرف جر لازق فيها قلنا بنشوف هل انت غير عاقل ولا عاقل. طب ما زادي دوت المفروض ان هو ايه؟ المفروض ان هو غير عاقل. طب ما طالما انت غير عاقل يبقى المفروض مع حرف الجر احط مين؟ هحط which، دي احنا لسه قايلينها من شوية. طيب عندي بس ملحوظة كده على الوقت، انا لسه قايل لك ان احنا لو عايزين نقول اللي فيه او اللي فيها وقلنا ان احنا بنحط مين؟ بنحط وين، صح؟ وقلنا لو ما لقيناش وين قلنا بنحط البديله بتاعتها اللي هي ان ويتش او ات ويتش او اون ويتش. طب انا دلوقتي لو عايز اقول اللي فيه او اللي فيها وما لقيتش ولا وين ولا لقيت البدائل بتاعتها اختار ايه؟ قال لي تختار ذات. يبقى تاني لو الدنيا قفلت قدامك عايز تقول اللي فيه او اللي فيها مع الوقت وما لقيتش ولا وين ولا لقيت ان ويتش ولا اون ويتش ولا ات ويتش هتختار ذات. تعال نشوف جمله. فالجمله هنا بتقول لك ايه؟ 1980 was the year not my brother was born.
هبدأ كده هترجم الجملة. فبيقول لي سنة 1980 كانت السنة، بيتكلم عن السنة يبقى بيتكلم عن وقت. طب طالما بيتكلم عن وقت تعالى بقى اما نشوف، عايزين نقول اللي فيه ولا اللي. فبيقول لي سنة 1980 كانت السنة ايه my brother was born، اخويا اتولد، يبقى عايز اقول اللي فيها اخويا اتولد، صح كده؟ طيب عايز اقول اللي فيها، ما احنا قلنا معناها وين، صح؟ طب انا ما عنديش وين في الاختيارات، قلنا بندور على البديل اللي هو يا اون ويتش يا ات ويتش يا ان ويتش. طب ما انا ما عنديش كمان البدايل، يبقى قلنا لو ما لقيناش كل الحاجات دي بنختار ذات. طيب ملحوظه بقى كمان، بس الملحوظه دي بقى انا هحط لك الجمله وهنحلها مع بعض غلط، وبعد كده هقول لك ايه الصح بتاعها. فبيقول لي الزمان نقط in this office is very kind. لو جينا نحلها بقى باللي احنا شرحناه من شويه، فهتلاقي ان قبل النقط بيتكلم عن زمان، يبقى بيتكلم عن عاقل، واحنا قلنا العاقل بنحط معاه ياهو ياهوم ياهوز. طب ولقينا في الاختيارات عندي هو working وهوم working، الاثنين ينفعوا مع العاقل. طيب كنا قلنا ايه الفرق بين هو هوم؟ قلنا بنشوف اللي قبل النقط هل انت فاعل ولا مفعول. طب ما اللي قبل النقط هنا بيقول لي الرجل، وبعد النقط بيقول لي in this office اللي في المكتب دوت is very kind، هو عطوف جدا. هو فاعل، هو فعلا العطوف جدا وهو اللي في المكتب ده. طب طالما انت فاعل مش المفروض اختار هو، صح؟ يبقى المفروض هنا اختياري يبقى هو working. هل هو working صح؟ لا، هو working غلط. طب ليه يا ابو حميد؟ هقول لك بقى ببساطه يا معلم، ضمير الوصل دي لازم يجي وراها زمن صحيح. تاني، ضمير الوصل لازم يجي وراها زمن صحيح. يعني ايه زمن صحيح؟ يعني بص هنا مثلا، المفروض ان هو working دي اللي احنا كنا اخترناها. طب تعالى اما نشوف هي صح ولا لا. هو وجاي بعدها working، فعل مضاف له ing. طب هل في زمن بيتكون من الفعل مضاف له ing بس؟ لا، الازمنه اللي هي بيبقى فيها ing اللي هي مثلا يا اما مضارع مستمر بيبقى اما وذا وار ing، لو ماضي مستمر بيبقى وذا وير ing. المهم ان مفيش زمن بيتكون من الفعل مضاف له ing بس، يبقى كده هو working غلط. طب طالما انا الضمير يا ابو حميد اللي انا المفروض اختاره لقيت الزمن اللي جاي معاه جاي غلط، يبقى انا كده اختار ايه؟ هقول لك ببساطه بنلجا كده الملحوظه اسمها حذف ضمائر الوصل، يعني ما بنختارش ضمير وصل اصلا. طب بنختار البديل ليه ايه؟ قال لي بنختار يا اما فعل متضاف له اي ان جي لو كنت بتكلم عن فاعل، يا اما بختار تصريف ثالث للفعل بس لو بتكلم عن مفعول. تاني، لو انا لقيت ضمير الوصل اللي عايز اختاره الزمن اللي معاه غلط يبقى ما اختاروش اصلا، ولو ما لقيتش بديل ليه يبقى احذف ضمير الوصل خالص واختار لو انا عندي فاعل اختار فعل مضاف له ان جي، ولو عندي مفعول هختار التصريف الثالث للفعل. فالجمله مثلا اللي احنا حاطينها تحت دي، هو هنا لما قلنا عن زمان قلنا ان هو فاعل ولا مفعول؟ قلنا ان هو فاعل، صح؟ عشان هو اللي في الاوفيس. يبقى طالما انت فاعل يبقى اختار فعل متضاف له اي ان جي، يبقى اختار من عندي هنا مين؟ هختار working. يبقى الحته دي ركز فيها قوي 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 عشان بيلعب فيها في الامتحانات، ولو لسه ما سبتتش في دماغك ارجع الدقيقتين اللي فاتوا دول عشان تثبت في دماغك اكتر واكتر، ولو سبتت في دماغك اكتبها في ورقتك وقلمك زي ما احنا متعودين. الملحوظه اللي بعد كده بيقول لي لو لقيت قبل النقط يا معلم the most او the least، او لقيت the وبعد كده الصفة مضاف لها est. تاني، the most او the least او the بعد كده الصفة مضاف لها est اللي هو احنا بنسميهم صيغة التفضيل، او لقيت عندك مثلا something او everything او nothing او anything او all او much او little. تاني، اي حاجة من الحاجات اللي كتبت عندك على الشاشة دي لقيتها قبل النقط، عايزك ما تقعدش تفكر بقى انت عاقل ولا غير عاقل والكلام ده كله، لا، فكر على طول في مين؟ في ذات. يبقى تاني لو لقيت حاجة من الحاجات دي موجودة عندي قبل النقط يبقى اختار معاها مين؟ هختار ذات. تعالى ما نشوف جملة. فبيقول لي this is the best book نقط explains everything about space. بيقول لي this is the best book، يعني بيقول لي ده افضل كتاب، جايب لي قبل النقط the best. the best دي صيغه تفضيل. طب ما طالما صيغه تفضيل يبقى قلنا على طول لما نلاقي قبل النقط صيغه تفضيل بنختار مين؟ قلنا بنختار ذات، يبقى اختار من هنا ذات. يبقى الملحوظه ديت عايزك تكتبها يلا في ورقتك وقلمك عشان هنخش تاني على ملحوظه بعدها. الملحوظة اللي بعدها بتقول لي ايه يا معلم؟ لو لقيت عندك قبل النقط كلمة stage او كلمة point، تاني stage او point،
بتحط ايه؟ قال لي بتختار من اختيارات ضمير الوصل وير، يبقى تاني لو لقيت قبل النقط كلمة ستيج او بوينت يبقى على طول بتختار معاها مين؟ بتختار معاها وير. تعال ما اديك جملة، فبيقول لي eventually I reached a stage نقط I began to enjoy my work. الاول كده eventually معناها اخيرا، I reached a stage يعني انا وصلت المرحلة، A I began to enjoy my work يعني بدأت فيها ان انا استمتع بعملي، مش عارف ازاي يعني وصل المرحلة دي، بس المهم يعني هنا جايب لي قبل النقط كلمة stage. طب ما طالما stage يا ابو حميد احنا لسه قايلين ان stage و point بيجوا مع مين؟ قلنا بيجوا مع where يا معلم، يبقى اختار من عندي من هنا من الاختيارات where. طيب اخر بس ملحوظة كده، وعشان بتتكرر كتير في الاسئلة على ضمائر الوصل، ان لو جاب لك في الجملة في اخر الجملة او جاب لك في الجملة التانية عموما كلمة apologize، تاني apologize اللي هي معناها يعتذر، بنختار معاها for which، تاني apologize بنختار معاها for which. لو جاب لك في الجملة التانية كلمة replied اللي هي معناها رد، يبقى بنختار معاها to which، تاني replied بيجي معاها to which. لو جاب لك قبل النقط بقى كلمة meeting اجتماع بنختار معاها at which، يبقى تاني apologize بنختار معاها for which، replied بنختار معاها to which، لكن meeting بنختار معاها مين؟ بنختار معاها at which. طيب كده يا معلم احنا خلصنا يونت 3 اللي بتتكلم عن ضمائر الوصل، تعالى بقى اما نخش على يونت 4. ياريت ما توقفش الفيديو وتقعد تقول انا هاجي كمان شوية ابو حميد او هاخد ريست، عشان عارفك والله بتاخد ريست بتخش تنام، فاقعد كمل معايا واستهدى بالله كده عشان تكمل معايا المراجعة. يلا بينا نخش على يونت 4. يونت 4 بقى يا معلم بتتكلم عن حاجة اسمها الديستريبيوتيفز. يعني ايه الديستريبيوتيفز دي يا ابو حميد؟ فقال لي والله دي معناها ادوات التجزئة. تاني هنتكلم دلوقتي عن ادوات التجزئة اللي هي الديستريبيوتيفز. ايه هي الديستريبيوتيفز ديت؟ فقال لي لما تلاقي عندك all أو every أو each أو both أو either أو neither أو half، كل دي بسميها الديستريبيوتيفز أو أدوات التجزئة. طب أنا دلوقتي يا أبو حميد لو لقيته جايب لي في التشوز بتاعي أو جايب لي في الاختيارات بتاعتي حاجة من الحاجات ديت وعايزني أحل عليها، أحل عليها إزاي؟ هقول لك بقى، عايزك ترتب دماغك زي ما أنا هقول لك دلوقتي عشان تقدر تحل بالطريقة اللي أنا هقول لك عليها. طيب ببساطة كده أنا عايزك تقسم دايما الجملة ببساطة كده يا معلم انا عايزك تقسم تفكيرك لحاجة من اتنين. هتبص للجملة ده لو هو انت لقيت عندك في التشوز طبعا اللي هي ادوات الديستريبيوتيفز دي، هتبدأ تشوف في الجملة هل انت بتتكلم عن حاجة فيها منها اتنين ولا لا. تاني يا اما حاجة في منها اتنين او بيتكلم عن حاجة اتنين او بيتكلم عن اتنين، يا اما بيتكلم عن اتنين يا اما بيتكلمش عن اتنين. تاني احنا هنقسم تفكيرنا ان هو يا اما بيتكلم عن اتنين في الجملة يا اما بيتكلمش عن اتنين. يعني ايه يا ابو حميد؟ يعني مثلا انا لو جبت لك جملة بالشكل ده، طيب قبل ما اعرفك احنا هنحل ازاي او قبل ما اعرفك ايه طريقة الحل بتاعتنا، عايز بس الاول هقولك على حاجتين هينفعونا دلوقتي في الحل. ايه هما الحاجتين دول؟ عايزك تعرف لما اجي اقولك الحاجة هي وراه فعل جمع، يبقى تعرف ان انا قصدي بكلمة فعل جمع ديت قصدي يا ار يا وير يا هاف يا فعل يكون بدون اضافة، دول بسميهم افعال جمع. يبقى تاني لما اجي اقولك هنختار فعل جمع يبقى يجي في دماغك ايه؟ يا ار يا وير يا هاف يا فعل يكون بدون اضافة، ولما اجي اقولك هنختار فعل مفرد يبقى يجي في دماغك يا از يا ووز يا هاز يا فعل يكون متضاف له اس او اي اس او اي اي اس. طيب تمام، تعال بقى للحل. هنحل ازاي يا ابو حميد على الحاجات ديت او الديستريبيوتيفز ديت؟ هقولك ببساطة احنا هنقسم تفكيرنا لحاجة من اتنين،
يا اما الجملة تكون بتتكلم عن اتنين يا اما ما بتتكلمش عن اتنين. تاني حالتين اهمت، يا اما الجملة بتتكلم عن اتنين يا اما ما بتتكلمش عن اتنين. طب انا لو لقيت الجملة بتتكلم عن اتنين زي الجملة دي I have two brothers, not of them are tall. فهنا بيقولك I have two brothers، انا عندي اخين، يبقى هو كده بيتكلم عن اتنين. طب انا دلوقتي لو لقيته بيتكلم عن اتنين يا ابو حميد، قال لي ساعتها عايزك تفكر في حاجة من ثلاثة، يا both يا في either يا في neither. تاني يا بوس يا ايزر يا نايزر. طب انا دلوقتي مثلا في الاختيارات ديت لقيت اكتر من حاجة فيهم في الاختيارات، وهنا بيتكلم عن اتنين، هل اختار بقى كلهم وخلاص؟ لا، تعال ما اقولك ايه الفرق. الاول الفرق في المعنى، عشان ممكن ان هو يعجزك في الجملة قوي قوي قوي، اللي هو لازم تجيب الحل بالترجمة. لما يكون بيتكلم في الجملة عن الحاجتين مع بعض يبقى هقول بوس، لكن لو بيتكلم عن حاجة واحدة من الحاجتين يبقى ايزر، لو بيتكلم انه ولا حاجة من الحاجتين يبقى نايزر. يعني انا دلوقتي مثلا بقولك انا عندي اخين وعايز اقولك الاتنين طوال، يبقى انا كده بقول الاتنين طوال همت، يبقى دي بوس. لكن لو عايز اقولك واحد منهم بس طويل من الاتنين دول، واحد منهم، يبقى ايزر. طب لو عايز اقولك ولا واحد منهم طويل، يبقى دي معناها نايزر. طيب تمام، ده لو احنا هنحلها بالترجمة. طيب دلوقتي انا لو عايز احلها بقى بشكل الجملة يا ابو حميد، احلها ازاي الديستريبيوتيفز ديت؟ فالاول احنا قلنا ان احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه، عن حاجة في منها اتنين في الجملة، زي هنا هو بيقولك I have two brothers، يعني بيتكلم عن حاجتين اهو. طيب هتشوف اللي بعد النقط، هل عندك فعل جمع ولا فعل مفرد؟ احنا لسه قايلين الافعال الجمع من شوية، هكتبها لك هي التانية على الشاشة. هنشوف ان احنا لو عندنا فعل جمع ولا فعل مفرد. والله لو عندنا فعل جمع هنختار pose، لكن لو لقينا عندنا الفعل بتاعنا بعد النقط مفرد يبقى هنختار يا ايزر يا نايزر. تاني لو لقينا فعل جمع يبقى هنختار pose، لو لقينا فعل مفرد هنختار يا ايزر يا نايزر. طب هنا في الجملة عندنا فعل جمع ولا فعل مفرد؟ هنا جايب لي يا معلم بيقول لك ايه، نقط of them are طول، ار. طب ما ار ده فعل جمع ولا مفرد؟ فعل جمع. يبقى طالما انت فعل جمع يبقى على طول اختار معاك مين؟ هختار معاك بوس. طب انا دلوقتي لو كنت شلت ار دي وخليتها از، ده از ده بقى فعل مفرد، يبقى ساعتها كنت ممكن اختار ايزر وكنت ممكن اختار نايزر، بس كان هيديني حاجه طبعا في الجمله يعرفني ان هو بيتكلم عن واحد ولا الاثنين اصلا مش طوال، فساعتها كنت هقدر اختار حاجه واحده منهم بس. تعالى كده اما نشوف جملة تانية عشان برضو نأكد الكلام اللي احنا بنقوله. فبيقول لك both of my two brothers not tall. فيجي واحد ويقول لي لا 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 يا ابو حميد، ده هو اداني both اصلا في الجملة، بس بيسألك في ايه؟ بيسألك في الفعل، صح؟ طب ما احنا عارفين اصلا ان احنا كنا لو لقينا فعل جمع بنختار مع بوس، يبقى هو لما يعكس ويجيب لك بوس يبقى نختار مع فعل ايه؟ يبقى نختار مع فعل جمع. طب مين الفعل الجمع اللي عندي هنا في الاختيارات؟ يبقى انا عندي هنا ار، يبقى هي دي فعل الجمع اللي عندي، يبقى اختار. طب تعالى اما ناخد جمله كمان، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايزر اوف ذا بويز نقط تول. برضو جاب لك ايزر في الجمله وعايزك تختار الفعل بتاعها. طب ما احنا عارفين ان ايزر ونايزر كان بيجي معهم فعل ايه؟ كان بيجي معهم فعل مفرد. طب احنا لو بصينا في الاختيارات هنلاقي ان احنا عندنا از ده فعل مفرد، وهنلاقي هاز كمان ده فعل مفرد. طب يا ابو حميد انا كده هختار بقى از ولا هاز؟ هقول لك بكل بساطة، هل انت شفت زمن بيتكون من هاز برضو؟ يعني ينفع تقول هاز طول ولا از طول؟ هاز لازم يجرى التصريف التالت للفعل عشان يبقى زمان مضارع تام. طب هنا انا عندي تصريف تالت بعد النقط؟ لا، يبقى هنا مش هختار هاز، لكن هختار مين؟ هختار از، عشان جاي وبعد النقط صفة، ولما تلاقي بعد النقط صفة بنختار يا اما از يا اما ووز في حالة الماضي. طيب عندي ملحوظايا، الملحوظايا بتقول لي ايه يا معلم؟ بتقول لي ان نايزر دي بتفيد النفي، احنا لسه قايلين ان هو لو ما بيتكلمش، لو هو بيتكلم عن حاجتين وعايز يقول ولا واحدة فيهم بتحصل او ولا حاجة فيهم بتحصل، فقلنا دي معناها نايزر، يبقى كده نايزر بتفيد الايه؟ بتفيد النفي. طب ايه ملحوظتك يا ابو حميد؟ ما انت لسه قايل لي الكلام ده. ملحوظتي يا معلم ان نايزر بتفيد النفي، صح؟ بس اوعى تحطها لو الجملة لقيت فيها نفي.
يعني هي ما ينفعش تتحط في الجملة المنفية لان هي اصلا نفي، فما ينفعش تحط لي نفي مع نفي. طب انا دلوقتي لو لقيت الجملة منفية يا ابو حميد وانا عايز اقول ان مفيش حاجة من الاتنين بتحصل، يبقى تحط لي البديلة بتاعت نايزر هي ايزر. تاني بقى عشان اللخبطة دي، يبقى انا لو لقيت ان هو عايز يقول ان ولا واحد من الاتنين بيحصل او ولا واحد من الاتنين الحاجة بتحصل له، يبقى المفروض اختار نايزر. بس لو لقيت الجملة منفية اصلا يبقى مش اختار نايزر واختار ايزر. تعال اما نشوف جملة. فبيقول لي هنا I called احمد and علي but I didn't meet none of them. بيقول لك I called احمد and علي، بيكلم عن احمد وعلي، كلم احمد وكلم علي، بكلم اتنين اهو. بعد كده راح جاي لك but I didn't meet not of them، عايز يقول لك ولكن انا ما قابلتش ولا واحد فيهم. يبقى عايز يقول ان هو ما عملش حاجة من الاتنين او ما قابلش ولا واحد من الاتنين. واحنا قلنا لما يكون عايز يقول ان هو ولا واحد من الاتنين يبقى بنختار مين؟ بنختار نايزر. طيب هل هنا نايزر صح؟ فيجي واحد من بعيد يقول لي لا يا ابو حميد ما انت لسه قايل لي نايزر ما بتجيش مع النفي. اقول له الله ينور عليك يا ولدي، فعلا هنا ما ينفعش اختار نايزر عشان هو اصلا الجمله منفيه، بيقول لك اي ديدنت ميت، يعني هو جاب ديدنت دي نفي، فما ينفعش تحط لي نايزر مع النفي، لكن اختار البديله بتاعتها اللي هي مين؟ اللي هي ايزر. طب انا لو كنت شلت لك ديدنت ميت ديت وخليتها مت، طب انا كده بيقول لك انا كلمت احمد وعلي ولكن انا قابلت ايه منهم؟ يبقى هقول انا ما قابلتش ولا واحد منهم، لانه بيقول لك بط دايما بيبقى المعنى اللي بعدها النفي، فعايز يقول لك ولكن انا ما قابلتش ولا واحد فيهم. يبقى هنا انا عايز اقول ولا واحد في الاثنين، يبقى هختار نايزر لان ما عنديش نفي اصلا في الجمله فهختارها عادي، لكن لو كانت الجمله منفيه فما ينفعش اختار نايزر واختار ايزر بدلها. اي الملحوظه اللي بعد كده، قال لي لو لقيت في الجمله يا معلم نور تختار لي نايزر، لو لقيت اور تختار لي ايزر. ببساطة خالص هتلاقي الجملة مباشرة جدا، لو جاب لك نور في الجملة تختار لي نايزر، لكن لو جاب لك اور تختار لي ايزر. طب لو عكس، جاب لك نايزر يبقى تختار مع مين؟ تختار نور. طب لو جاب لك ايزر تختار مع مين؟ هتختار اور. طيب هفترض بقى ان الجملة ما كانش بيتكلم فيها عن حاجتين، يعني جاب لك جملة بالشكل ده وقال لك ايه نقط boy in the class is very clever، ايه ولد في الكلاس في الفصل شاطر. هل هو هنا بيتكلم عن حاجتين في الجملة؟ لا. يبقى طالما بيتكلمش عن حاجتين وعايزك تحل على grammar distributives دوت، يبقى عايزك تفكر يا في all يا في every يا في each. يبقى تاني لو بيتكلم عن حاجتين قلنا يا post يا either يا neither، لكن لو ما بيكلمش عن حاجتين هنفكر يا في all يا في every يا في each. طب تمام يا ابو حميد، قال لي بقى عشان تفرق بينهم هتبص للي بعد النقط، هل انت في اسم جمع او كمية يبقى تحط لي all. يبقى تاني اللي بعد النقط لو لقيته اسم جمع، اسم جمع يبقى هختار all، او لو لقيت كمية يعني مثلا قال لك milk اللبن يبقى ده كده كمية يبقى حط معها all، قال لك rice الارز يبقى دي كمية يبقى حط معها all. طيب لو جاب لي بقى بعد النقط اسم مفرد يبقى بفكر يا في every يا في each. تاني لو لقيت بعد النقط اسم مفرد يبقى بفكر يا في every يا في each. طب الجملة اللي تحت اللي احنا كاتبينها تحت دي بيقول لك ايه نقط boy in the class، احنا ما لقيناهوش بيتكلم عن حاجتين، يبقى قلنا هنفكر يا في all يا في every يا في each. طيب تعالى اما نشوف بعض النقط، هل انا عندي اسم جمع ولا اسم مفرد؟ فلقيته بيقول لي boy ولد، ده اسم مفرد. طب ما احنا قلنا الاسم المفرد بيجي مع مين؟ قلنا بيجي مع every او each. طب هنا هختار مين يا معلم؟ يبقى هنا انا ما لقيتش عندي اصلا غير every، يبقى هختار every من عندي في الاختيارات. طيب لو حب بقى يا معلم يعكس لك الدنيا، يعني جاب لك all وبعدها اسم جمع وعايزك تختار الفعل بعدهم، فعايزك تفهم بكل بساطة ان all لو جه معاها اسم جمع بتختار فعل جمع، وall لو جه وراها كمية بتختار فعل مفرد. تاني all لو جه وراها اسم جمع فبتختار فعل جمع، all لو جه وراها كمية فبتختار فعل مفرد. يعني مثلا لو جبت لك جملة بالشكل ده وقلت لك all rice not cooked today،
فجاب لك all صح كده. تعال ما نشوف وراها كمية ولا وراها اسم جمع. فبيقول لك all rice الأرز. طب ما الأرز ده كمية. طب ما طالما انت كمية يا معلم يبقى الفعل اللي هيجي معاك هو فعل مفرد. يبقى بص على اختياراتي واشوف ايه الافعال المفرد عندي هنا. فلقيت عندي في is هي الوحيدة بس اللي هي المفرد عندي في الاختيارات، يبقى اختارها هي. طيب لو كان بقى جاب لي اللي هي الجملة بتاعت نقط boy دي، خليها لي every boy in the class نقط very clever. يعني هو جاب لي every وعايز يختار الفعل معاها، فعايزك تعرف ان every و each الفعل معاهم بيبقى فعل مفرد. يبقى كده all الفعل اللي بيجي معاها بيبقى فعل ايه؟ فعل جمع، لو وراها اسم جمع ولو وراها كمية بيبقى فعل مفرد. لكن every و each لو سألني في الفعل اللي وراهم فبختار فعل مفرد من الافعال اللي احنا قلناها الافعال المفردة. طيب الملحوظة اللي بعد كده، قال لي عايزك تعرف ان ممكن بعد النقط يجي وراها اسم جمع ومش هنختار all. مش احنا قلنا لو بعد النقط لقينا اسم جمع هو بيتكلمش عن اتنين، خلي بالك عشان انت ممكن تتلخبط في الحتة دي. اول حاجة بنفكر فيها انت بتتكلم عن اتنين ولا لا. فلو هو ما بيتكلمش عن اتنين احنا لسه قايلين لو لقينا بعد النقط اسم جمع بنفكر على طول في مين؟ في all على طول. قال لي ممكن في حاجة كمان ما كنش بتكلم عن اتنين ولو لقيت بعد النقط اسم جمع هختارها هي. قال لا. طب ايه هي دي يا ابو حميد؟ قال لي في حاجة اسمها each of. each of لو لقيت بعد النقط اسم جمع بختارها. طب ما كده all و each of الاتنين بيجوا وراهم اسم جمع. طب انا لو جاب لي الاتنين مع بعض في الاختيارات اختار مين فيهم؟ هقول لك بكل بساطة يا معلم، all احنا قلنا لو وراها اسم جمع الفعل بيبقى فعل ايه؟ بيبقى فعل جمع. قال لي بقى each of لو جه وراها اسم جمع بيبقى الفعل بتاعها فعل مفرد. يبقى انا كده لما اجي احل جملة بالشكل ده هبدأ اشوف لو بعد النقط في اسم جمع هشوف الفعل هو كمان. لو الفعل جمع يبقى اختار all، لو الفعل كان مفرد يبقى اختار each of. تعال ما اديك جملة. فبيقول لي هنا النقط the boys in the class is very clever. جاب لك the boys. الاول هو بيتكلم عن اتنين في الجملة؟ لا، يبقى انت بتتكلمش عن اتنين، يبقى فكر يا في all يا في every يا في each. طيب لقيت بعض النقط في اسم جمع the boys. طيب طالما اسم جمع قلنا بنفكر يا في all يا اما each of اللي احنا لسه قايلينها. طيب تعال اما نشوف، لقينا في الاختيارات all ولقينا each of، طب اختار مين فيهم؟ يبقى نبدا نشوف الفعل بتاعنا. فلقينا الفعل عندنا هنا هو ايه؟ هو is. طب ما احنا قلنا ان لو الفعل مفرد يبقى على طول بنختار each of. طب لو is دي كانت are يا معلم يبقى كنت هختار all عشان تربط الحاجات في دماغك عشان ما تتلخبطش فيها. بعد كده يا معلم اخر حاجة بقى عندي، في حاجة اسمها half. half دي معناها نصف. تاني اسمها ايه؟ half. half او half of الاتنين معناهم نصف. يبقى انت لو عايز تقول في الجملة، عايز يترجم الجملة وعايز يحط كلمة نصف، يبقى بقول half او half of. طيب اللعب فيها في الجمل بتاعتها بتبقى عاملة ازاي؟ ان هو يجيب لك half او half of ويجيب لك وراهم اسم جمع ويقول لك اختار الفعل هل هو جمع ولا مفرد. فطبيعي لما تلاقي half او half of وراهم اسم جمع تختار للفعل كمان هو فعل جمع. لكن half او half of لو جه وراهم كمية يبقى تختار لي فعل مفرد. يبقى تاني half او half of لو جه وراهم اسم جمع تختار لي فعل جمع. لكن half او half of لو جه وراهم كمية، يعني مثلا قال لك the cake يبقى دي كده كمية، يبقى احط معاها فعل مفرد. تعالى ما اديك جملة. فبيقول لي half the boys not passed the test. وجاب لي في الاختيارات have ولا are ولا is ولا was. فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انا عندي هنا half وبعدها اسم جمع، وطالما عندي half وبعدها اسم جمع بنختار فعل جمع، ولقيت في الاختيارات يا ابو حميد have هي فعل جمع وار فعل جمع. ويجي واحد كده من بعيد يقول لي يا ابو حميد خلي بالك مفيش زمن اسمه ار والتصريف الثالث، يبقى ار غلط لكن هاف والتصريف الثالث ايوه ده زمن فعلا المضارع التام، يبقى اختار هاف مش هختار ار. طيب اخر ملحوظه بقى يا معلم في اليونت دي، بيقول لي لو لقيت عندك كلمه من الكلمات دي اللي هي كيلو او كيلومتر او متر او اور. تاني كيلو او كيلومتر او متر او اور. لو لقيت كلمه من الكلمات دي وعايز يقول نصف اوعى تختار هاف بس او اوعى تختار هاف اوف، لا
دي بقى حالة شاذة، بنختار معاهم يا إما half بعدها a أو half an تاني، يا half a يا half an مع الكلمات دي. طيب امتى هاف ا وامتى هاف ان يا ابو حميد؟ يعني هل مثلا كلهم بياخدوا هاف ا وكلهم بياخدوا هاف ان؟ لا، الوحيده منهم اللي بتاخد هاف ان هي اور. يبقى انت لو لقيت بعد النقط اور تختار هاف ان، لو لقيت بعد النقط كيلو او كيلومتر او متر يبقى بنختار ساعتها هاف ا. تعال اما اديك جمله، بيقول لي اي هاف براكتست فور نقط اور، وجاب لي في الاختيارات كلها عباره عن هاف. طيب انا لقيت بعد النقط في اور صح؟ طب ما احنا قلنا ان اور ديت من الكلمات اللي بيجي معاها ايه؟ هاف ا او هاف ان. طيب اور بيجي معاها هاف ا ولا هاف ان؟ ايوه بيجي معاها هاف ان، يبقى اختار من اختياراتي مين؟ هختار هاف ان. دي كانت الافكار الرئيسيه اللي بتيجي في اليونت ده، ناقصها كام ملحوظه كده هقولها في الافكار اللي هي بتلخبط في يونت 4 اللي هو الفيديو ان شاء الله اللي هيبقى اللي جاي. فعايز بقى لو في اي حاجه انت شفتها كانت مكتوبه جنبي على الشاشه لازم تكتبها بورقتك وقلمك عشان تبقى بتعمل ملخص لنفسك للقواعد وللجرامر بتاعك. دي حاجة لازم تعملها بإيدك عشان ما تنساش أبدا الجرامر اللي انت تذاكره، أو ما يحصل لكش مشكلة ان انت بتنسى الجرامر دايما. كده معلم ناقصنا يونت 5. خلي بالك يونت 5 انا مش هحطها لك في الفيديو ده عشان الفيديو ما يطولش، هيبقى في الفيديو بتاع الجزء الثاني هينزل بعده يعني بيوم تقريبا عشان تلحق تذاكر الفيديو ده وبعد كده تذاكر الفيديو اللي بعده عشان ما تحسش ان الفيديو طويل عليك. بس اهم حاجة تذاكر واهم حاجة تشد مع ابو حميد عشان تقدر تقفل ان شاء الله الانجليش بتاعك، وتعبوا على حلمكم ودمتم بخير.